تحت شعار لنحمي أنفسنا من الجلطات الدماغية، افتتحت الجمعية الموريتانية لطب الأعصاب أياما تحسيسية للوقاية من الجلطات الدماغية. الأمين العام لوزارة الصحة بالوكالة قال أن انتشار الجلطات الدماغية والتزايد مؤخرا في أعدادها يفرض تحديات صحية على المجتمع والفرد، مضيفا أن مستشفيات نواكشوط وحدها تسجل يوميا ما بين 15 إلى 20 إصابة بالجلطات الدماغية. ففي بلادنا تستقبل مختلف الحالات المستعجلة بنواكشوط يوميا ما بين 10 إلى 20 حالة من مختلف درجات حدة، ويحتاج أكثر من نصفها حجزا في المصالح المختصة ناهيك عن الإصابات في الداخل. إن انتشار الجلطة والتزايد الكبير مؤخرا في إعدادها ينذر بالخطر ويفرض تحديات صحية على المجتمع والفرد، ويقتضي عملا جبارا في مجال الوقاية من أجل تفادي الوصول إلى مرحلة الإصابة. هذا الواقع يقتضي عملا جبارا في مجال الوقاية من أجل تفادي الوصول إلى مرحلة الإصابة، ذلك ما أضافه ولدم خيطرات خلال كلمته بمناسبة إشرافه على افتتاح هذه الأيام التحسيسية، مضيفا أن التأثير السلبي للجلطات لا يتوقف عند الشخص المصاب بل يتعداه إلى أسرته ومجتمعه. كما أن التأثير السلبي للجلطة يتوقف عند الشخص المصاب بل يتعداه إلى أسرته ومجتمعه، ويكلف الاقتصاد الوطني الكثير من تحول الأشخاص كانوا منتجين إلى أعباء اجتماعية واقتصادية على أسرهم ومجتمعاتهم وعلى المصالح الصحية، مما له كبير الأثر مباشر وغير مباشر على الاقتصاد والمجتمع. هذا وتنظم هذه الأيام التحسيسية من طرف الهيئة الموريتانية للأمراض العصبية بالتعاون مع وزارة الصحة، وذلك بهدف التحسيس بالجلطات وخطرها وكيفية الوقاية منها.